كيف معاوية رضي الله عنه صعلوكا وهو ابن أبي سفيان أحد أشراف قريش؟ سبحان الله، ما يكون الإنسان فقير وهو من الأشراف؟ يكون فقير ولو هو من الأشراف. نعم، هذا في أول الأمر، وإلا فإن معاوية رضي الله عنه في آخر الأمر صار خليفة وصار غني، لكن هذا في أول الأمر، والدنيا أطوار تتغير. نعم.